بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس قبل الأخير في الوحدة التاسعة، أو مش قبل الأخير، عاد باقي درسين زيادة. الوحدة التاسعة المغناطيسية، تابع المغناطيسية، الصف الثاني الثانوي. تعالوا نأخذ تكملة للدرس السابق أو الدروس السابقة في المغناطيسية، اللي هي تعيين جهة القوة المغناطيسية. كيف نعين جهة القوة المغناطيسية؟ طبعا حركة الشحنة الكهربائية هي حركة دائرية منتظمة تقع تحت تأثير قوتين متساويتين، هما قوة جذب المجال المغناطيسي، شوفوا، واحد قوة الجذب المجال المغناطيسي، هذه القوتين اللي يأثر على الشحنة، اللي هي قاف تساوي شين في عين في باء، الشحنة في السرعة في كثافة الفيض. اثنين، قوة الجذب المركزية. يا شباب، هذا أخذنا طبعا احنا في الفصل الأول، تذكروا أكيد طبعا قوة الجذب المركزية، قوة الطرد المركزية. قوة الجذب المركزية لأن الحركة حركة دائرية، طالما في حركة دائرية إذن في قوة جذب وقوة. إذن قاف تساوي الكتلة في مربع السرعة على نصف القطر، على نصف القطر. الآن لما عوض في العلاقتين نجد أن شين في عين في باء يساوي كاف في عين تربيع على نق، هذا. وبضرب الطرفين في وسطين ونخلص بالأخير. أنا مشي الاشتقاق مش مطلوب أصلاً، إنما المطلوب إنه أنا أعرف إنه بوصل في النتيجة بعد الاشتقاق هذا كله، يوصل معي هذه النتيجة، إنه كثافة الفيض المغناطيسي باء يساوي الكتلة في السرعة، اللي هي كتلة الإلكترون في سرعة الإلكترون، في السرعة على شحنة الإلكترون في نصف القطر، في نصف القطر. وحدة قياس كثافة الفيض قلنا إيش هي؟ التسلا. أنا خلصت، أنا الآن استطعت إني أعين جهة القوة المغناطيسية، هو من 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 باستخدام حركة الشحنة، هي إن الشحنة هي حركة دائرية منتظمة، ولأنها تقع تحت تأثير قوتين، هما قوة الجذب للمجال المغناطيسي وقوة إيش؟ الجذب المركزية اللي أخذناها في الفصل الأول بالنسبة لحركة الأقمار الصناعية والحركة الدائرية، والحركة الدائرية المنتظمة. الحركة الدائرية المنتظمة اذكروها تمام في بداية الدروس للفصل الأول. أنا عوضت عنهم هنا بقيمهم، أصبح معي شين في عين في باء يساوي كذا ويساوي كذا، طرفين في وسطين، بقدر أخلص بالأخير إلى هذه النتيجة. هذه هي النتيجة اللي أنا أشتيها، واللي أنا أحسب منها كل حاجة، أحسب منها الكتلة، أحسب منها السرعة، الشحنة، نصف القطر، أحسب برضه منها إيش؟ كثافة الفيض. هي هذا القانون. تعال نطبق على مثال بسيط. مثال: يتحرك إلكترون بسرعة 10^5 متر كل ثانية. أهو معي سرعة اسمها 10^5، واضح؟ معطيات تخرج بهدوء داخل مجال مغناطيسي منتظم في اتجاه متعامد معه في مسار دائري، نصف قطره 5.2 سنتيمتر. نصف القطر كم يساوي؟ 5.2 سنتيمتر. يا شباب، أنا وقت ما أخرج المعطيات أتأكد إنه في قيم تحتاج إلى تحويل أو لا. زي هنا الآن موجود معي سنتيمتر، ضروري أحوله إلى إيش؟ إلى متر. ضروري أحوله إلى متر. أوجد كثافة الفيض المغناطيسي إذا علمت أن قيمة كل من كتلة الإلكترون 9^10^31، هذه الكتلة كاف، وشحنته، شحنة الإلكترون 1.6×10^19 كولوم. حلو، جميل. أنا معي في المسألة كتلة الإلكترون موجودة، السرعة موجودة معلومة، الشحنة معلومة، نصف القطر موجود، بس ضروري أحوله إلى متر. أقسم القيمة هذه 5.2 على كم؟ على 100، أو أضربه في 10 أس سالب 2. تعالوا نعوض الكتلة، قيمتها كم قلنا؟ 9^10^31. 9^10^31 بحط بدلها مكانها. السرعة كم قال لي؟ 10^5. 10^5 بحطها بدل السرعة. بعدين قال لي الشحنة كم؟ 1.6×10^19.
يا سلام، باخذ بوضعها مكان الشحنة هنا. في كم نصف القطر؟ نصف القطر 5.2 من 10 سنتيمتر، ضروري احوله الى متر، اضربه في 10 او 2 او اقسم القيمه هذه على 100 بالاله الحاسبه، بيطلع معي ان هذه الكميه عموما بيطلع معي انا كم؟ 5.2 من 10 في 10 او 2. خلاص اضرب المقدار هذا مع بعضه بغير مضروبة مع بعضه، هو 9، بيبقى معي هنا 9. الأسس بتعامل معاه كأسس. سالب 31 زائد 5 كم بيطلع معي؟ بس من غير آلة حاسبة. وإذا حبيت بآلة حاسبة حط القيمة هذه كاملة داخل آلة حاسبة يطلع لك الناتج. إنما أنا أنقص، أنا سالب 31 ناقص 5 يبقى معي كم؟ يبقى معي 26. أنا ممكن أطلع هذا إلى فوق بالموجب، بيصبح معي إيش؟ 2 ناقص 26 يقال معي 24. 24 اطلع هذا اللي هو بالسالب الى فوق بالموجب، نفس الكلام بنقص 19. 19 من 24 اللي بقت معي كم بيبقى معي؟ بيبقى معي 5، سالب 5. بس انا هكذا اتعامل مع المسائل. بعد كذا اقسم التسعة، اضرب 1.6 من 10 في 5.2 من 10 الناتج، احطه هنا، ارجع اقسم التسعة على الناتج حق هذا الضرب هذا. بس اعيد مره ثانيه كيف اتعامل انا مع الاسس من غير اله حاسبه، واذا حبيت استخدم اله حاسبه استخدمها ما في مشكله، بس عود انك تستفيد من خلايا دماغك انك تريضها ذهنيا. انا معي بطلع على شوف السالب 2 وسالب 19 بطلعهم فوق مع تغيير اشارتهم. سالب 2 وسالب 19 بيطلعوا فوق، هذا بيطلع بالموجب بيكون 2، وهذا بيطلع بالموجب بيكون 19 بدل سالب مع تغيير اشارتهم. اصبح معي 19 زائد 2 كم بيكون؟ 21، لانه طلعتهم فوق اصبحوا 21. هنا سالب 31 ناقص 5 كم بيبقى معي؟ 26. يلا 26 هنا بيبقى معي 9 في 10 اس سالب 26. السالب 19 والسالب 2 طلعتهم فوق مع تغيير اشاره، اصبح كم قيمتهم؟ 21. 21 بالموجب، ومعي فوق 26 بالسالب، اذا 26 ناقص 21 كم بيبقى معي؟ 5. 10 اس سالب 5، 10 اس سالب 5. واضحه هذه سالب في جنبها سالب، لا تلخبطوا انفسكم. اذا بقى معي 10 اس سالب 5. بقسم الان التسعه، اذا ضربت انا هذا بهذا 5 في 1.6 من 10 بيطلع معي تقريبا 98 98.95 ما يقارب التسعه، تقريبا 9. اذا 9 قسمة 9 من كم؟ من 1، وانتهى الموضوع. وحده قياس كثافه الفيض المغناطيسي هي التسلا. انا حاولت اوضح لكم، مو طبعا من غير اله حاسبه، واذا حبيت تستخدم الاله الحاسبه تضع القيم هذه كامله مع بعض الاله الحاسبه وبيطلع لك النتيجه الاخيره هذه ان شاء الله تعالى. طبعا وضعت لكم مثال مشابه، بس المطلوب هنا فيها انك توجد سرعه الايون، سرعه الايون المطلوب توجد السرعه. هو جاب لي ايون كتلته، جاب لي كتله الايون اهو 2 في 10 اس سالب 26، وجاب لي الشحنه 1.6 من 10 في 10 اس سالب 19، جميل. وجاب لي نصف القطر يساوي 1 متر، اهو محول جاهز ما يحتاجش الى تحويل. شوفوا لما اقرا المساله اشوف في قيم تحتاج الى تحويل بحولها، ما فيش خلاص مطروحه. هنا معي نصف القطر بكم؟ 1 متر، اذا ما احتاجش الى تحويل، انزله كما هو 1 متر. في مجال مغناطيسي كثافه فيضه 1.5، 1.5 تسلا، 1.5 من 10 تسلا. اوجد سرعه الايون، لو نرجع للقانون نفس القانون بستخدمه، نفس القانون حق الدرس او المساله السابقه، فقط المطلوب بس فقط انا اوجد سرعه الايون، سرعه الايون. الناتج للسرعه انا فقط طرحت لكم الناتج هنا. 1.2 من 10 في 10 اس 7 متر لكل ثانيه، هذا الناتج بيكون ان شاء الله معكم. واذا طلع معك مليون و200، اذا عملتها بالاله الحاسبه وطلع معك مليون و200 بس، الاجابه صح. يا مليون و200 يا 1.2 من 10 في 10 اس 7، الاجابتين صحيحه. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، والى لقاء اخر في الحصه القادمه باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.